إن شاء الله احنا هنتكلم النهارده على دراج ثيرابي اوف دايابيتس. وطبعا في البدايه انا هتكلم الاول على الدراج، كل دراج لوحده بيشتغل ازاي وبيشتغل في ايه وايه الادرس افكت بتاعته. بعد ما هخلص كل دراج هنبدا نعالج مريض دايابيتس، لان برضه هيبقى مهم بالنسبه لنا ان احنا ازاي بنعالج مريض دايابيتس. بس ده هيجي في الاخر بعد ما هقول الدراج. هبدأ بأول مجموعة من الدراجز اللي ممكن تستعمل في الدايابيتس اللي هو الانسولين. دلوقتي احنا عندنا الانسولين الفسيولوجيكال انسولين بتاعنا، التي هاو بتاعته قد ايه؟ يعني هو لما بيطلع في الجسم عندنا بيبقى موجود في البلد بيقعد قد ايه في الدم؟ ساعة؟ لغاية ما كذا ساعة؟ لغاية ما الجلوكوز يجي؟ لا، التي هاو بتاعت الانسولين كام؟ هو تقريبا حوالي 5 دقائق. عشان كده الانسولين بيقعد في الدم كمية صغيرة جدا. ولكن احنا بنشوف عندنا اللي فيه كشاف preparation of insulin. فيه preparation بنقسمها بقى الى short و long. احنا عملنا ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ده ازاي. اول حاجة طبعا يعني انا عارف ان انتوا عارفين ان source of insulin كنا الاول طبعا بنجيبه اللي هو animal source، وكان عندي نوعين اللي هو البورك والبيف، كان البورك هو الافضل عشان هو بيفرق بس في 1 امينو اسيد. المرحله اللي بعد كده ابتدينا نجيب البورك انسولين ده ونعمل ايه؟ نغير الامينو اسيد ده ونحط الامينو اسيد بتاع الهيومن، فطلع مجموعه من الانسولين. لحد لما اكيد انتوا عارفين الكلام ده طلع حاجه اللي هو اسمها الدي ان اي تكنولوجي وجينيتك انجينيرنج، وبقى يصنع الانسولين الطبيعي، وهو ده اللي بنسميه دي اول حاجه اسمها هيومن انسولين. طبعا من الحاجات اللي واجهتنا فتره في حته الهيومن انسولين دي ان كان من زمان كان في فكره اللي هو الانيمال سورس، وكنت لما تيجي تنقل عيان على الهيومن انسولين كان في كلمه مشهوره قوي يقولها لك، يقول لك ايه؟ يقول لك لا انا مش هاخد الانسولين بتاع ناس ميته، لان كان الهيومن انسولين ده الناس متخيله ان هو جاي منين؟ جاي من جثث. طبعا ده ما كانش الوضع بتاعه زي ما انتم عارفين، ده متصنع. طيب الهيومن انسولين اللي انا صنعته ده هو انا بصنع انهي نوع؟ الشورت ولا اللونج ولا انهي نوع اللي بيتصنع؟ هل كله بيتصنع؟ هو اللي بيصنع نوع واحد، هو اللي بيصنع الانسولين اللي بيطلع في جسمنا، ادي اللي بيصنع. امال البريباريشن دي بقى جبتها منين؟ انا باخد الانسولين ده نمره واحد هسيبه زي ما هو كده، ده انسولين اللي اتصنع، ده اللي هو بنسميه وده اسمه regular insulin. regular insulin او ساعات ليه اسم برضه هتسمعوه في يعني لما يجي تشتغل بعد كده، يبقى حاجه اسمها crystalline. وده العيان هيجي يقول لك يا دكتور انا باخد اللي هو الانسولين الرايق. ايه الرايق ده؟ هو ده الرايق ده معناها الامبول ايه او الفايل كلير، وده في حاجه مهمه ان هو بيبقى ووتر سوليد، ده اللي احنا صنعناه. كل حاجه من دول على فكره ليها اهميه. لما اقول ان هو ووتر سوليد
لان الاعلام بيقول لك انك باخد انسولين رايق وانسولين معكر. معكر دي معناها ان هو ما بقاش كريستالاين، بقى سسبنشن. وفي قاعده عندنا، اي حاجه سسبنشن تنفع تتاخد اي في؟ لا. عشان كده هو الانسولين ده اللي هو الريجولر او الووتر سوليبل او اللي هو اسمه بالعربي الرايق، الانسولين الرايق ده هو اللي ممكن يستعمل اي في او ممكن يستعمل سبكتينس. طالما استعملته اي في ممكن يستعمل باي روت بعد كده. ده اللي احنا صنعناه. طيب ده لما اجي استعمله ده هيديني ايه؟ ده اولا هيبقى الانسولين بتاعه. خدوا بالكم بقى هنا من حاجه، انا مش عايزكم تحفظوا ارقام، مش عايزكم تتخيلوا هو هيشتغل ازاي او يقعد مده قد ايه. هو هنا الانسولين والبيك والديوريشن بتاعت اي انسولين بريباريشن محسوبه ازاي؟ يعني هنا الانسولين، انا اي حاجه هتكلم على انسولين او بيك او ديوريشن انا بتكلم لو انا حقنته سبكيتينيس. ايه الكلام ده؟ ركزوا في الحته دي لانها مهمه. انا قلت في البدايه خالص ان الفسيولوجيكال انسولين التي هاف بتاعته قد ايه؟ 5 مينتس. اما اجي هنا بقول لك ان ده انسولين ممكن ياخد حوالي 30 دقيقه يوصل البيك ليفل بتاع ايه؟ البيك ليفل يعني ايه؟ اقصى افكت بنتكلم وزن ساعه ونص ساعتين. الديوريشن من 6 ل 8 ساعات. احنا مش هنحفظ الكلام ده بس عشان نفهم ده يعني. ايه ده؟ منين انا بقول ها؟ بقول ان الانسولين التي هاف بتاعته كام؟ 5 مينتس. ومنين بتقول انه الانسولين بعد 30 دقيقة ويقعد من حوالي من 6 ل 8 ساعات؟ خد بالك الديوريشن دي محسوبة ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا حقنت انسولين تحت البيت اهو. الكلام ده محسوب ان هو على يحصل له ايه؟ يحصل له ابزوربشن. فهو بيقعد تحت الجلد المده دي كلها. لكن وانس انه وصل الدم، وانس ان انسولين وصل الدم اهو. ها؟ يبقى التي هاف بتاعته كام؟ 5 مينتس. واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة. يعني انت منين بتقول ان الديوريشن 6 ساعات؟ هي جاية منين؟ انت لو حقنته تحت الجلد ها؟ هيقعد الدواء تحت الجلد حوالي 6 ساعات. عبال ما يطلع، ما بيطلعش كل مرة واحدة، بيطلع ايه؟ جزء جزء. فعبال ده ياخد حوالي 6 ساعات لحد ما يخلص من تحت الجلد. يبقى هنا الديوريشن مبنيه على ايه؟ على الريليس بتاعه. لكن وانس انه دخل ها في البلد هيبقى ايه؟ 5 مينتس. يعني انت لو حقنت انسولين اي في اللي هو ده برضه، الكلام ده ينطبق عليه؟ ها؟ لا. هينطبق عليه اللي هو الانسولين عادي اللي هو 5 مينتس هي التي هاف بتاعته. صح كده؟ فهمناها ولا لسه؟ ها؟ طيب. احنا لما جينا جايين بعد كده خدنا الانسولين ده ورحنا حاطينه على موليكيول كبير وحقناه تحت الجلد. وده اللي هو بنسميه ده نوع المشهور وده very common بيستعمل اللي هو اسمه الايزوفان او ساعات بنسميه NPH. NPH ده اختصار نيوترال بروتامين اوف هاجيدول. ده الراجل اللي اخترع ايه؟ اخترع البروتين اللي راكب عليه ايه؟ اللي راكب عليه الانسولين. ده هيبقى الانسولين بتاعه ايه بقى؟ بص بقى راكب على ايه؟ ها؟ بقى راكب على مولكيول كبير. فتيجي تحقنه تحت الجلد ها؟ يطلع ازاي؟
يطلع بايه؟ ببطء. فيبدا يديك بقى عنصر بقى ايه؟ اطول شويه صح؟ يبدا يديك بيك ها متاخره شويه، يبدا يديك ديوريشن ممكن توصل الى حوالي 16 ساعه 18 ساعه، وفي انواع بتوصل ل 24. هكرر تاني، هو الديوريشن هنا بتاعت ايه؟ الريليز بتاع الانسولين ده من تحت البيت. لكن وانس ان الانسولين ده وصل ها للبلد، هو انسولين هيخلص في ايه؟ في 5 دقائق. كويس، يبقى ده قلنا اتفقنا ده ليه اونست برضو وليه بيك وليه ديوريشن. بعد شويه خدنا ده وحطيناه على موليكيول كبير، فطلع حاجه اسمها اللي هو اللونج اكتين. ده اول واحد، ده كنا بنسميه شورت. اللي في الوسط ده اسمه ايه؟ انترميديت. اللونج اتحط على موليكيول ايه؟ اكبر. اما اتحط على موليكيول اكبر بقى كده الانسيت ايه؟ ها؟ طب نفس القاعدة بقى، الانسيت بقت ايه؟ بقت ديليت، خد ديوريشن ايه؟ ابتدى يغطيلي من 24 ل 36 ساعة، خد ديوريشن أطول لأن اسمه لونج. لكن ده طلع منه أشكال كتيرة، هو اسم واحد هو الجلارجين انسولين، وده اللي هو في السوق اسمه لانتوس. ده اسمه التجاري لانتوس. وده اول واحد طلع، طلع بعديه حاجات تانية كتير. يعني كعادتنا احنا بنحفظ اكزامبل واحد، لكن هو الجلارجين طلع بعد كده بريباريشن، وحاليا نازله بريباريشن كتيره بنفس المواصفات دي. بس ده بقى في حاجه كويسه، حاجه مختلفه شويه. انا في كل واحد من دول قلت ايه؟ دي 3 حاجات، ها اونست بيك وديوريشن. ده ساعات ناس بتسميه بيك ليس انسولين، يعني ملوش ايه؟ ملوش بيك، هو ليه بس لونج ديوريشن. فده اسمه اللي هو الجلارجين. كان في النص هنا حاجه، طبعا احنا مش نجيب سيرتها لانها اتشالت من الاسواق، اللي هو بروتامين زنك انسولين ما بقاش موجود، فخلاص بما ان حاجه اوبسوليت احنا ما بنتكلمش عنها. لحد دلوقتي انا عندي كده كام بريباريشن، عندي ادي الريجولار انسولين اللي هو ايه شورت وليه انسولين وبيك وديوريشن، بس الديوريشن بنتكلم في 6 ساعات. الانترميديت طولتها شويه بقت حوالي 16 ساعه، وبعدين خدت اللونج اللي هو بيغطيني بقى 24 ممكن اب تو 30 ساعه. هم دول اللي عندي بس من الانسولين. هكرر تاني اللي انا بقوله ده كله بيك وانسيت وديوريشن، ده معتمد على الايه؟ ها الريليز. لكن الانسولين وانس اللي دخل الدم لا خلاص يخلص بسرعه. طيب هم دول بس اللي عندي؟ لا، ابتدينا نطلع حاجات تانية. هقول الاول حاجة مشهورة قوي موجودة في السوق وكلنا بنسمع عنها اللي هو اسمه ميكس تارد. ميكس تارد اكيد سمعتوا عنه. ايه الميكس تارد ده؟ بصوا عامل ايه، حاطط ام ايه، حاطط مين مع مين، حاطط ريجولر مع انترميديت. طب ليه هاخد من ده ايه؟ الانسيت، وهاخد من ده ايه؟ الديوريشن. عشان كده هتبص تلاقي في السوق موجود عندك بقى يقول لك الميكس ستار 30 70 50 50. يعني الاول رقم اللي في الاول بيبقى بتاع مين؟ بتاع الريجولر، والتاني بتاع مين؟ بتاع الانترميديت. ده خد بالك ده معكر، الوحيد اللي رايق هو ده. كل ده سسبنشن يعني معكر، لو انت خلطت الاثنين مع بعض هيبقى معكر صح؟
في الحاله دي اقدر ادي اي في؟ لا. ده من الحاجات اللي طلعت. طيب طلعنا ايه تاني؟ اكتشفنا ان الميجر انسولين ده هو بيشتغل بسرعه وشورت ورابيد، لكن كانت ايه مشكلته؟ مشكله الانسولين ده يا جماعه ان هو لما بيتحقن تحت الجلد يبقى عامل كده بوليمرز مع بعض. معنى ان هو بوليمرز ان هو علشان يحصل له ابزوربشن لازم اول خطوه انه ايه؟ يفك، فيفك وبعدين يحصل له ابزوربشن. فده كان مديله هو الانست رابد بس مش الرابد قوي زي ما احنا عايزين. واحنا عاملين ايه؟ واحنا واخدين الانسولين ده وغيرنا في حاجه في الامينو اسيد بتاعته. طلع حاجه اسمها انسولين ليسبرو، طلع انسولين اسبرت. ليسبرو دي معناها ان هو يعني انا مش فشلت قوي في الامينو اسيد، ولكن هو في لاعب في مين؟ في اللايسين والبرولين بتاع الاسبرت. لعب في مين اللي هو الاسبرت؟ عمل ايه؟ استفاد ايه بالكلام ده؟ خلى الانسولين بقى عامل كده. يعني كده ما بقاش ايه؟ ما بقاش بوليمرز، بقى مونومرز. طب ده كنا بنسميه ايه؟ ها؟ شورت رابيد، صح؟ حسبني ده ايه؟ الترا شورت الترا رابيد. الترا شورت الترا رابيد. وده في ميزه هنا الوسط حيلاقيه اسرع من الرجل. طب الديوريشن اقل، هو بالشكل ده هيخلص بسرعه. ده هنا اداني ميزه الحقيقه. هو كمان عندنا مشكله في مريض سكر ان هو لما بياخد الانسولين ويبدا ياكل في عندي مشكله ان السكر بيعلى، صح؟ فهو بياخده قبل الاكل علشان يلحق السكر وهو بيعلى يحاول يوطيه. ده كان بياخد قد ايه عبال ما يوصل للدم؟ بنتكلم في نص ساعه. فكده السكر ايه؟ ها؟ عالي. ده هيبقى مثله ايه؟ ده بيوصل ايه؟ اسرع. يبقى هيدي فرصه ان يحصل بوست برانديال هايبر جلايسيميا. هقولها تاني. العيان بياخد الانسولين وبياكل، فاول ما هيبدا ياكل الجلوكوز يبدا في الدم ايه؟ يعني ده كان بيطلع له في ظرف نص ساعه، فكان الجلوكوز يعلى، اول ما يطلع الانسولين يبدا ايه؟ يبدا يقلله. ده خده قبل الاكل فابتدى يطلع. بس ده خرج له بسرعه ولا لا؟ خرج له بسرعه، ابتدى يطلع؟ ما طلعش قوي. يبقى كده اول ميزه فيه البوست برانديال هايبر جلايسيميا، ها؟ بقت اقل ولا اكتر من ده؟ يبقى هو حسن لي الكنترول اوف بوست برانديال هايبر جلايسيميا، نمره اثنين. هو ده هيقعد مده اطول ولا مده اقل من ده؟ اقل. هو ايه اخطر عيب في الانسولين؟ هايبوجلايسيميا، صح؟ وبالتالي بما ان ده بقى الترا شورت بقى الريسك اوف هايبوجلايسيميا معاها هتبقى ايه؟ اقل. يعني ده بالعربي يشتغل بسرعه ويخلص بسرعه، صح؟ اشتغل بسرعه يبقى هيعمل لي كنترول احسن للبوست برانديال هايبوجلايسيميا. خلص بسرعه دي ميزه ان هو ايه؟ مش هيبقى فيه ريسك قوي انه يعمل الهايبوجلايسيميا زي ما كان بيعملها الشورت. طبعا حاليا دلوقتي حاجه طلعت اجدد بقى من الليسترو والكلام ده، حط فيه فيتامين، نوع من الفيتامين بقى اسرع كمان من ده، بس يعني مش مكتوب عندنا فقط، بس عشان لو حد قرا عنها لا طلع كمان اسرع منها. لكن احنا خلينا في ده لسه. طبعا نتيجة
لك ايه؟ انجكشن. اوكي؟ طبعا مريض السكر ده كروني. مفيش حاجه اسمها مريض سكر بيخف، يفضل تقريبا طول العمر على العلاج بتاعه. فبرضه طول العمر انجكشن، فابتدى ايه؟ نحاول نشوف روت تاني مختلف شويه عن الانجكشن. فطلعنا الانهاليشن، وده لسه واخد ابروفال من حوالي سنه سنتين. ده اسمه افريزا، انسولين افريزا، دبل انهاليشن. طب تعالوا نقف، وانت تفتكر بعد انهاليشن ده، عايز حد كده يتخيل هيبقى الديوريشن بتاعته لونج؟ ما توقعش ان يبقى لونج. ليه؟ مفيش فكره الريليز هنا مش موجوده، فهو شورت. في مشكله ثانيه في الانهاليشن، اي عيان يقدر ياخد ده؟ لا زي مين فيما مش تجيبه ها؟ ماشي، غير انه صغير. واحد هيفي سموكر ينفع؟ واحد عنده سي او بي دي ينفع؟ ما ينفعش. ده عايز لان سليمه علشان تبدا تدي الباي انهاليشن. يبقى خلينا فاكرين ان ده لونج ولا شورت؟ ده شورت. هقول كلمه شورت دي تفرق معايا في الاخر، وانا بقول ازاي بعالج مريض سكر. بعد ما هناخد الدراجز هقول لكم ازاي بتعامل مع مريض السكر. طبعا ده بيتاخد باي انهاليشن، يبقى خد بالك الناس اللي عندها سي او بي دي والناس اللي عندها هيفي سموكر مش هينفع. وكمان في مشكله في التكنيك، انك انت وانت بتتعامل ده انت ما انتش عارف كام في الميه برضه اللي وصلوا قوي للبلاد بتاع العيان. فده كده اللي هو الانهاليشن فلو. يعني انا عندي كده النقط المهمه اللي في البريباريشن. هبدأ الاول كلامي هو الريجلر او الشورت رابيد كريستالاين ووتر. كلمه ووتر دي مهمه لحد دلوقتي، ده الوحيد اللي ابروفد ها انه يتاخد ايه؟ اي في. ده الوحيد طبعا. دلوقتي احنا بنستعمل ده اي في بس اوف ليبل يعني، مش لكن ده اللي واخد ابروفل. ده خليك فاكر ان هو شورت ورابيد، وده بيتاخد سبكتينيوس او اي في. الباقي كله محسوب على ايه؟ سبكتينيوس. ده برضه اوف ليبل، ساعات بتاخد اي في لكن مش ابروفد اي في لحد دلوقتي عشان تبقوا عارفين. جيت طلعت الانترميديت، انترميديت اللي هو الان بي اتش او الايزوفان، وده الديوريشن طالت شويه بس في ميزه حلوه، اقدر اخلطه مع مين؟ ها؟ مع الريجلر. وده هيديني ميكس بين الرابيد اونست وبين اللونج ديوريشن، فده اللي هو اسمه الميكس انسولين. طلع اللونج اكتنج، وده ليه حاجه كاركترستيك، الجلارجين ده فيري لونج اكتنج، واهم حاجه في بعض الناس بتسميه بيكلس انسولين. هو ما بيديش بيك، امال بيدي ايه؟ بيدي حاجه اسمها بيزل ليفل. عارفين البيزل ليفل بتاع الانسولين اللي هو موجود في اي حد. بعد كده طلعنا خدنا الشورت حولناه لحاجه اسمها ليسبرو، ده اللي المفروض نحفظه يعني. فالليسبرو ده بقى اسمه ايه؟ الترا شورت الترا رابيد. وخدت منه ميزه ان هو هيعمل لي جود كنترول للبوست برانديال هايبرجلايسيميا، والريسك بتاع الهايبرجلايسيميا معاه هيبقى ايه؟ هيبقى اقل من الشورت. طلعنا الانسولين انهاليشن اللي هو الافريزا، خلينا فاكرين انه شورت. يعني ده في الاخر وانا بتكلم ما ينفعش يبقى حاجه اسمها بيزل ليفل للانسولين. دي كده انواع الانسولين المختلفه. هكرر تاني، كل دول بيتاخدوا سبكتينيوس، ماليش دعوه بالانهاليشن. الوحيد ابروفد، خلينا في الابروفد، اللي ممكن اديه اي في اللي هو مين؟ اللي هو الريجولر. بما انه اي في يبقى هو ده اللي هستعمله في الامرجنسي كونديشن بتاع الدايبتس. دي كده
كده الانسولين بريباريشن اللي عندنا. هكرر تاني، مش لازم نحفظ الارقام، احنا بس نبقى فاهمين ايه الفرق بين ده وبين ده. ابقى فاهم ان لما اقول لونج يقعد ممكن يغطي يوم، انترميديت على فكره انترميديت ممكن يغطي يوم، فده الفرق بينهم. الشورت تبقى عارف ايه الفرق بين الشورت والالترا شورت بدون ما نقعد نحفظ ارقام ما ملهاش لازمه خالص. سؤال اول حاجه في كتير ده بيبقى الريليس بتاعه ماشي بريت ثابت. ده النوع الاولاني ده اي حاجه بيبقى فيها ريليس بتبقى انت مركبه الانسولين بحيث ان هو يطلع بريت سريع وبعدين يبطئ بعد شويه، دي حاجه في تكنيك التصنيع نفسه، لكن ده الريت ثابت طول الوقت. عشان كده ملوش بيك، هو هيديكي بيز ليفل طول الوقت.
اللي فيهم ما احنا عارفينهم ممكن يبقى ليهم تراتوجينستي وممكن يعملوا فيتال هايبوجلايسيميا ما بيتاخدوش. الحاجه الثانيه ان المريضه الحامل دي اللي عندها سكر، السكر في الحمل ده حاجه رهيبه. يعني اي واحده ست بتبقى حامل بنفضل ماشيين معاها وهي بتتعالج من السكر، بفضل اعمل تايت كنترول للبلاد جلوكوز. ليه؟ لو الجلوكوز عالي في دمها وعدى هيطلع ايه من البيبي؟ هيطلع انسولين. هو الانسولين بيتخن ولا بيخسس؟ ايه دي؟ بيخسس؟ بيتخن. فبيعمل حاجه مشهوره قوي اسمها فيتال ماكرو سوميا. مريض السكر لما تيجي تولد تولد بيبي حجمه ايه؟ كبير 6 7 كيلو. وده انا مش عارف طبعا لو حصل ده فيه اوبستراكتد ليبر، ومش معنى ان هو نازل 6 كيلو ان هو يعني هيلثي، لا ده بيبقى يعني عنده لايبيلتي لامراض كتيره قوي ما بيبقاش هيلثي. فعشان كده اي واحده حامل انا ما اقدرش اديها اورا، لازم اديها انسولين. وعلى فكره احيانا تبقى من الناس اللي انا ممكن اديها 4 انجكشنز دي. واول ما توصل للفول تيرم اللي هو 37 اذا وصلته وخلاص ما بستناش، تخش على طول تولد. لان من ضمن اخطر كومبليكيشن ممكن تحصل في واحده حامل وعندها دايابيتس حاجه اسمها سادن انترا يوتراين فيتال ديث. محدش عارف ليه. اول ما توصل لل 37 مفيش حاجه اسمها اسيبها للاسبوع ال 40، لا كده حلو قوي تولد على طول. خلاص انها عشان ما يحصلش الريسك يعني. العيان اللي عنده ليفر ورينال فيلير. طب ليه اللي عنده ليفر ورينال فيلير لازم اديله انسولين؟ لان معظم الادويه اللي بنتكلم عليها الاورال بتبقى الالينيشن بتاعها ليفر واكسيفيتي درينالي. الحاجه الثانيه ان العيان ده الانسولين انا ببقى عارف حاسب الدوز بالظبط، عارف هديله قد ايه. لكن لما ادي حاجه اورال وهو عنده مشكله في الليفر او مشكله رينال ما اعرفش ياخد ديوريشن قد ايه الكورس اللي انا اديته له. فعشان كده بنفضل ان احنا ندي عيان اللي هو عنده ليفر رينال فيلير ان هو ادي للعيان ده اديله انسولين. طبعا في بقى نون اندوكراينال يوز للانسولين وده عرفناه في الرينال فارماكولوجي، كنت بديه في الهايبر كان. يبقى تاني الانديكيشن للانسولين نمره واحد هي لازم تديها في مين؟ تايب 1 دايابيتس اللي هو اسمه انسولين ديبندنت دايابيتس، ده لازم ياخد انسولين. تايب 2 مبدئيا هنمشيها النهارده، لو حصل فيلير لو العيان اند كنترول ممكن ادي تايب 2، لو العيان بقى في ستريس، لو العيان دخل في سيفير انفكشن، لو العيان وات ايفر التايب مش دعوه بالتايب. ممكن ده ترانزيت مش لازم يبقى بيرمننت على فكره. في هنا قاعدة عندنا ان كتير تقول للعيان انا همشيك على انسولين شوية يقول لك لا انا لو خدت انسولين مش هوقفه. يا عم والله مش حقيقة، ممكن نوقف الانسولين وتمشي بعد كده على طول، بس هو الناس بتخاف انها تمشي على الانسولين. ممكن اديه في العيان اما اللي عنده ليفر او رينال فيلر، ممكن اديه في العيانة اللي هي بريجنانت. اتفقنا بريجنسي ما ينفعش تدي اورا. هل في الامرجنسي ينفع ادي اورا؟ في الامرجنسي لازم ادي انسولين اللي هو بقى اللي بنسمعها اللي هنتكلم عليها برضه بعد كده اللي هي الدايابيتك الكوما اللي ممكن تحصل في مريض الدايابيتس، وبالتالي برضه ده لازم ياخد اللي هو الانسولين. كل دي انديكيشن للانسولين. حد يعرف اوف يو اوف يعني مش يعني اوف ليبل يوز ده ممكن يستعمل الحاجه مش مكتوبه ومعروضه موجوده يعني ها؟
ايه يا شيخ؟ ازاي؟ ازاي؟ ده انت تدي انسولين ها؟ وتتخني. وفي ناس مشهورة على فكرة عملت ده. طب اقول لكم عليها بعد المحاضرة. فهو الانسولين ممكن هتدي جلوكوز وتدي انسولين بيتخن يا جماعة. بس مش بيخسس. مش سامع. تخدير. ازاي؟ اعمل له كوما يعني؟ طيب لا. دي اللي هي استعمالات الانسولين. طيب ايه الانتر سيستيك الانسولين؟ اشهر والموست كومن ادفرس افكت للانسولين هو هايبوغلايسيميا. طبعا هايبوغلايسيميا ويت جين. احنا اتفقنا انسولين يساوي حاجتين، يساوي هايبوغلايسيميا وويت جين. الهايبوغلايسيميا دي هتحصل ازاي؟ احنا لو متخيلين عيان ادي البلاد جلوكوز بتاعه قل، ايه الهرمونز اللي بتطلع عشان تصلح لي الهايبوغلايسيميا؟ ها جلوكاجون وايه تاني؟ ادي اسرع ابنفرين. ويطلع بقى على مهله بعد كده مين؟ كورتيزون. ويطلع كل ده بيطلع على مهله، لكن هو اسرع واحد هو مين؟ هو الابنفرين. لو فاكرينه زمان كان بيشتغل على الهارت، يعمل ايه في الهارت ريت؟ يزود الهارت ريت. والمفروض ان هو كان بيشتغل على الليفر عشان يعمل ايه في البلاد جلوكوز؟ يعني فهو كل السيمتومز بتاعه الهايبوغلايسيميا تقريبا جايه من الليفر. فالعيان هيحصل له ايه؟ العيان هيحصل له سيفير تاكيكارديا، يبدا يحصل له ابنفرين ده سمباثيتك، فيبدا يحصل له ايه في السي ان اس؟ اكسايتيشن. فيبدا العيان بقى يبقى انريتابل، يحصل له انكزايتي، ممكن توصل لشويه كونفرجن ويخش في كوما. بس دي هايبوغلايسيميا، دي اعراض الهايبوغلايسيميا. انا اعالجها ازاي؟ ده بيحل الاثنين. لو العيان فايق لسه اقدر اديله ايه؟ اورا. وطبعا دلوقتي في السوق اللي هي اورا جلوكوز تابلت. طب ايه اسرع حاجه اللي هي ممكن اخليها كلها؟ الاسرع. محدش يقول لي بقى عسل بتاع، لا البونبوني بالظبط كده، الكاندي. بقول العيان في راس جلوكوز بس للاسف اللي موجوده في مصر الدوز بتاعتها قليله شويه، فالعيان مضطر ان هو ممكن ياخد منها ست سبع راس مع بعض لو حس بهايبوغلايسيميا. فانا بنبهه واقول له ايه؟ خليك معاك حاجه حلوه مسكره، اول ما تحس باعراض الهايبوغلايسيميا خد حاجه مسكره. طبعا هنا في مصر المريض المصري ما بيصدق لو اتخض، لو حد زعله فشويه تاكيكارديا يقول لك انا حسيت بالتاكيكارديا فرحت واخد حاجه حلوه. يا عم انت ما هتجيليش هايبوغلايسيميا. فطبعا هي بيتلكك على ان هو ياخد حاجه زي كده. لو دخل مني في كوما بقى ها؟ اعمل ايه؟ هنا اي في جلوكوز، ولو ما عرفتش اجيب له فينوس لاين ممكن ادي انترا ماسكولار جلوكوز. ده اللي هو بيتعامل مع الهايبوغلايسيميا. تاني ادفرس افكت هو ان يحصل للعيان ويت جين، وده زي اي انسولين زي ما قلت بيتخن. ايه تاني ممكن يحصل في الانسولين؟ من ضمن الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في الانسولين، انسولين ريزيستنس. يعني ايه كلمه انسولين ريزيستنس؟ حد فيكم فاكر في الفسيولوجي هو احنا تقريبا في اليوم بنحتاج كام يونت انسولين؟ كام؟ انت ليه يعني ها كام؟ هو ده كلام مهم على فكره، لازم في الفسيولوجي عن حافظين مش عارفين انه يعني اللي بيخد يعني مش تفرق معايا الكلام. ها افرج كام؟ قول خمسه. انت عارف الخمسه دول في ايه؟ خمسه دول لو بس شوكولاتايه واحده. لا هنتكلم في افريج حوالي من 30 ل 50 يونت في اليوم. فهنا امتى بقول في ريزيستنس؟ كنا زمان بنعرف الريزيستنس لو العيان
عيان اكتر من 200 يونت. النهارده لا بقى الديفينيشن بتاعها اكتر من 120 يونت في اليوم. ايه اسباب ان يحصل ريزيستنس؟ طبعا كان في زمان سبب. اما كنا بنستعمل مين؟ الانيمال سورس فكان الانتي بوديز. طب دلوقتي بطلناه. جاي الريزيستنس منين؟ الريزيستنس جاي من عاده سيئه جدا 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 بنعملها مع مريض دايبيتس. معظم السيريز اللي بتتكلم على ان في انسولين ريزيستنس هي غالبا بتتكلم على الترايجليسرايدز والفاتي اسيدز وبتتكلم على الاوفر ويت. هو ده سبب الانسولين ريزيستنس. ده من الحاجات المشهوره قوي. العيان ده علاجه ايه؟ يعني ساعات كتيره بيجي لنا عيان ماشي على ايه؟ يقول لي ماشي على مثلا 60 وحده الصبح و 40 وحده بالليل. في ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه في روحك؟ 100 وحده في اليوم انسولين كتير قوي. فتبدا تقول طب وانت ماشي على دايت يعني؟ يقول لك لا اصل الدكتور قال لي ايه؟ كل زي ما انت عايز طالما بتاخد انسولين. طبعا ده كده هو بيراجع الزبون وبيكسب زبون. الزبون لما هتقول له كده هيبقى مبسوط منك. العيان ده اللي واصل ل 100 ها؟ العيان ده مجرد بس لو خليته 3 4 ايام يظبط دايت بس هتلاقي احتياجه للانسولين بايه؟ دي حاجه مشهوره قوي. لكن فكره كل زي ما انت عايز طالما تاخد علاج دي فكره خاطئه. احنا اللي ابتدعناها هنا في مصر. ابتدعنا الكونسبت ان هو كل زي ما انت عايز طالما بتاخد انسولين. فدي اللي هي الانسولين ريزيستنس. وهو السيرس كلها على ترايجليسرايد وعلى اديبوس تيشو تقريبا هو ده السبب الرئيسي بتاع الانسولين ريزيستنس. لكن في سيريز كتيره مش هخش فيها قوي. ريزيستنس يعني انت بتدي العيان مش مستجيب للاورجنري دوز اوف انسولين فمحتاجه تزودي. وصلت لفوق ال 120 يونت. ايه علاقه؟ ما هو ده لان بيبقى الترايجليسرايد دي اكتر سيريز اكسبتد. في سيريز كتيره قوي. الترايجليسرايد اللي موجوده في الدم مخليه عامله ايه في الدم؟ مخليه الانسولين ريسبتور يحصل له داون ريجوليشن فمش مستجيب معاك. الحاجه الثانيه اللي برضه من ضمن السيري ان هو عارفه الريسبتور لازم اي ريسبتور يبقى لها اللي هو السكندري ميسنجر هو فاصل الكلام. كل ده جاي منين؟ من اكيومنيشن من ترايجليسرايد. انا هتصرف معايا دلوقتي في الاورا حلم الترايجليسرايد دي اللي عامله لي ريزيستنس ولمها علشان اعالج العيان بتاع الانسولين ريزيستنس. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها الانسولين يعمل حاجه اسمها لايبو ديستروفي. لايبو ديستروفي. ديس يعني ديس ديسليزميا ديسليبيديميا يعني ابنورمال. ديس دي تحتمل زياده ولا نقصان؟ الاثنين. فاللايبو ديستروفي ممكن اشوف مع العيان يا اما لايبو اتروفي يا اما اشوف هايبرتروفي. ايه الكلام ده؟ مكان حقن الانسولين تحت الجلد. فوانت بتحقن العيان انسولين تحت الجلد المكان اللي بتحقن فيه هيحصل فيه ايه؟ لا اتروفي لا هايبرتروفي. طب انت تتوقع ايه اللي يحصل؟ اتروفي ولا هايبرتروفي؟ توقع ايه مع الانسولين؟ ده انسولين ها؟ يتخن هايبرتروفي. الاتروفي كنا بنشوفه اكتر زمان مع البريبريشن القديمه بتاعت اللي هي كان بيبقى فيها بي اتش متغير شويه فكانت ممكن تعمل اتروفي مكان الحقن. لكن الكومن دلوقتي اللي بنشوفه هو الايه؟ هو الهايبر. عشان كده بتنصح تملي المريض ايه؟ ها؟ يغير مكان الحقن كل شويه على قد ما يقدر. من ضمن المشاكل بس دي بنشوفها فيري رير ولما نيجي نعالج بقى امرجنسي وبدي هيوج دوز من الانسولين
احنا اتفقنا ان الانسولين بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ بيدخل البوتاسيوم. ممكن تشوف ايه مع الانسولين لو بتدي لارج دوز؟ يحصل هايبوكاليميا مع، بس ده في ماسيف دوز، ما يحصلش في الدوز العاديه. يبقى كده اتكلمنا على الانسولين وقلت البريبريشن. هقول بسرعه ايه الانديكيشن؟ تايب 1 انسولين ديبندنت دايابيتس. تايب 2 لو فيل، لو نوت كنترول، اي عيان عنده بقى انفكشن، عنده ستريس، هيعمل عمليه. ليه هيعمل عمليه؟ ما هو هيقعد يوم ما بياكلش وكام يوم، يعني قدامه وقت على ما يرجع تاني ياخد اورا. عيان عنده رينال وليفر فيلير، عيان في الامرجنسي كونديشن، اي دايابيتيك كوما هنتكلم عليها. العيانه البريجننت دي لازم تاخد انسولين. هو كل ده لازم ادي العيان انسولين وانا بعاني من دايابيتس، وممكن اديه في الهايبر كاليميا في الامرجنسي هايبر كاليميا. قلت الادفرس افكت بتاعته الكومن هو هايبوغلايسيميا، واتفقنا على العلاج بتاعها. ممكن بقى اشوف منها ويت جين، ممكن اشوف من الانسولين ده ريزيستنس، واتفقنا ريزيستنس معناها زياده الديماوند بتاعت الانسولين فوق 120 يونت. والموست اكسبتيف ثيوري اللي بتكلمني على الريزيستنس هو زياده في الترايجليسرايد، لمها في اي حته وخفيها هيتحسن. ممكن يحصل لايبودستروفي، وممكن يحصل في الماسيف دوز من الانسولين ممكن يشوف منها هايبوكاليميا. على ده بيحاول يعمل كوركشن، ده اللي كان زمان بقى قلنا بيتا بلوكر، ما تديش بيتا بلوكر والحاجات دي زمان، لكن هو طبعا بيطلع البرين تيجي يعمل سي ان اس ستيميوليشن في البرين. ها؟ طيب هقول لك، ها؟ هو نفس السؤال. طيب في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي ناخد بريك خمس دقايق.